بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. النهاردة هنتكلم عن الفريجمنت. ليه الفريجمنت؟ طبعا الفريجمنت مهم جدا في الاندرويد ستوديو، من عندما تنشئ ابليكيشن. لو انت تنشئ ابليكيشن معين في الاندرويد ستوديو، لازم مش هتقدر تستغنى عن الفريجمنت، لان الفريجمنت بتتيح لك حاجات كتير جدا تستخدمها داخل الاكتيفيتي. قبل ما نشرح الفريجمنت هنستعرض بس مشكلة بسيطة. احنا في الوضع البورتري بتكون الشاشة بالشكل ده، في الوضع البورتري. طيب لو احنا عملنا الشاشة لاندسكيب بالشكل ده، فطبعا لو احنا بنعرض مثلا المسج او الرسائل عندك في ابلكيشن معين بيعرض الرسائل، ففي الوضع البورتري في الشاشات الكبيرة بيكون الشكل ده، بيجيب لك الرسالة والشات اللي بينك وبين الشخص اللي انت عملت السليكشن عليه. طيب لو احنا استخدمنا الاكتيفيتي بدون ما نستخدم الفريجمنت، طبعا مش هنقدر نعمل الشكل ده. ليه؟ لان الشكل ده مبني بالفريجمنت، دي كلها عدد فريجمنت، زائد ان احنا بنعمل سيليكشن مثلا على اسم معين، فبيعرضها لنا في فريجمنت جديدة داخل الاكتيفيتي واحدة، لان احنا ما نقدرش نستخدم زي ما احنا عارفين في وان سكرين اكتر من اكتيفيتي. ممكن نستخدم في الاكتيفيتي الواحدة اكتر من فريجمنت، فده يدلنا على معنى الفريجمنت. طبعا الفريجمنت لو جينا استعرضناها عندنا في الاندرويد ستوديو بالشكل ده، مثلا لو احنا بنعمل ابليكيشن في نافار وعندنا اليو اي في الشاشات الكبيرة في اللارج سكرين، فبيكون بالشكل ده. ممكن نعملها عن طريق الفريجمنت، وممكن نعملها في السمول سكرين بالشكل ده في اليو اي بوتن من تحت، وتقدر ان انت تجيب النافار واليو اي بتاع الابليكيشن بتاعك، زائد انت بتدوس على بوتن معين فبينقلك بين الفريجمنت بعضها البعض. طيب ده بالنسبة لموضوع الفريجمنت. طيب احنا عندنا الفريجمنت لو احنا قرناها بينها وبين الاكتيفيتي، مرتبطة ارتباط كليا، او ما تقدرش الفريجمنت تستغنى عن الاكتيفيتي، لان لو الاكتيفيتي بدأت لازم الفريجمنت تبدأ. تمام؟ يعني لو احنا عملنا انستارت للاكتيفيتي بتاعتنا، فلازم احنا برضو نعمل انستارت للاكتيفيتي للفريجمنت بتاعتنا، فمرتبطة بالاكتيفيتي ارتباط كليا. ده بالنسبة للاكتيفيتي. طيب يعني كل المراحل اللي احنا اتكلمنا عليها في المحاضرات السابقة بالنسبة للاكتيفيتي، اللي هي الاون ستارت، الاون كرييت، والاون فيو، والدستروي، والكلام ده كله اللي بيحصل للاكتيفيتي برضو بيحصل للفريجمنت في نفس التوقيت اللي بيحصل فيه للاكتيفيتي بالنسبة للاون كرييت والاون ستارت والاون دستوري. طيب لو احنا مثلا عايزين نستخدم اكتيفيتي مثلا اكتر من فريجمنت، ممكن تستخدم اكتر من فريجمنت، وده بيتيح ليك داخل الاكتيفيتي الواحدة. طيب لو احنا عملنا كرييت للفريجمنت، فده بيرتبط باليو اي ممكن، وممكن يرتبط كمان بالجافا كود. يعني انت عندك خيارين ممكن تنشئ من خلالهم الفريجمنت، يا يعني اما عن طريق الاكس ام ال، واما عن طريق الجافا. الاكس ام ال ده بيرتبط باليو اي بتاعك، فانت بتهندل الكود بالشكل ده، بتهندل اليو اي بتاعك بالشكل اللي انت عايزه، وبتقدر انت تربطه بالجافا كود.
او انت اصلا ممكن تنشئه عن طريق الجافا كود من البداية وتعمل الفريجمنت وبتربطها بالاكتيفيتي بتاعتك. ده بس انتروداكشن عن الفريجمنت. في بداية من المحاضرات القادمة ان شاء الله هنبدأ ننشئ تطبيق عملي باستخدام الفريجمنت.